جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأكل والشرب أو فعل الأشياء بعد وبين كل ركعتين من صلاة قيام الليل هل يبطل الصلاة؟ بعد السلام من الصلاة لا بأس بالأكل والشرب والكلام، وإنما الأكل والشرب لا يجوز في أثناء الصلاة، إلا ما ذكر بعض أهل العلم من أنه يجوز له أن يشرب في النافلة، خصوصا إذا كان يطيل القيام يجوز له أن يشرب شربا خفيفا، وفعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. أما في الفريضة فلا يجوز مطلقا. نعم.